تنضم إلينا من غزة مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل. منى، أهلا بك. لو وضعتنا في آخر الأحداث لديك في هذه الساعة. نعم، يعني بشكل عام من الممكن الحديث عن أنه يعني حاجز الصمت الذي ساد منذ عدد من الساعات منذ الفجر هذا اليوم بعد حادثة اغتيال القائد في سرايا القدس، عمليا عادت ربما المناوشات، دعني أقول، بين القطاع الفلسطينية وإسرائيل، حيث كان هناك إطلاق لبعض الصواريخ من قبل القطاع الفلسطينية تجاه البلدات الإسرائيلية، وتم تفعيل القبة الحديدية بناء عليها. ثم يعني بعدها أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدد من القذائف تجاه مناطق محاذية للأراضي المحتلة مع إسرائيل. تحديدا كان هناك غارة إسرائيلية على أرض شمال زراعية شمال بيت لاهيا، وأيضا في منطقة بيت حانون وفي خان يونس. كل هذه المناطق التي تم استهدافها هي مناطق محاذية للبلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، لكنها يعني أهداف عمليا فارغة. وعلى الرغم من ذلك يعني خرج أو يخرج قادة الاحتلال ويتحدثون أنه يعني الآن يتم ضرب أهداف للجهاد الإسلامي. عمليا كما أشرت يعني الاستهدافات هي تطال أراضي فارغة، و القلق هنا من أن يعني يروح ضحية هذه الاستهدافات مزارعين آخرين، لأنه يوم أمس كان هناك استهداف لأراضي زراعية شمال خان يونس شرق خان يونس، وراح ضحيتها شهيدين من المزارعين. وفي وقتها ادعت إسرائيل بأنه هي كانت تستهدف يعني مراصد القطاع الفلسطينية. ثبت بعد ذلك أنه المستهدفين هم مزارعين، وهذا الآن ما نقلق منه، أن يتم استهداف الأراضي الزراعية للمواطنين وأن يكون المزارعون يعملون في هذه الأراضي وبالتالي يقع المزيد من الضحايا. طيب منى، يعني هل يتواجد الآن، هل هنالك طيران حربي على قطاع غزة؟ نعم، بطبيعة الحال الطيران الحربي الإسرائيلي لا يغادر سماء قطاع غزة، وفي هذه الأثناء ما زلنا نشهد تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية من نوع F-16 بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع وعلى مستويات منخفضة. يعني الأمر الذي يعني بأنه يعني كل قطاع غزة مراقب والأهداف يتم رصدها حتى اللحظة، الأمر الذي أيضا يشعر بطبيعة الحال مواطني غزة بالخطورة الشديدة. نعلم بأن هذه الطائرات تقوم يعني طائرات الاستطلاع تقوم برصد كل ما يجري على الأرض ونقله وتصويره عبر كاميرات معلقة بها، فيما تستهدف الطائرات الحربية الإسرائيلية يعني المواقع التي يتم رصدها من خلال طائرات الاستطلاع بشكل كامل. إذن يعني الآن غزة ومنذ اليوم الأول تحت المجهر بشكل مكثف، وإن كانت دائما هي تحت المجهر، دائما تحت كاميرات مراقبة الاحتلال الإسرائيلي. وعمليا الآن لكن الآن نتحدث عن ربما خطورة أكثر مع استمرار هذه الموجة من التصعيد، في الوقت الذي يعني ما زالت القطاع الفلسطينية تهدد بأنه سوف ترد على ما جرى، ولا تتوقع بأن يعني نكون على مقربة من تهدئة، طالما أن الفلسطينية لم تعلن عن يعني ردها بشكل قاطع. لو كنا سنصل إلى مرحلة التهدئة النهائية الآن لكانت الفلسطينية قبلت بها يوم أمس ولم تكبد نفسها المزيد من الخسائر. الآن يعني يتوقع بأن يعني يكون هناك رد من قبل القطاع الفلسطينية، ربما يشبه رد أمس أو غير ذلك، لكن سوف يكون وفقا للتصديرات هناك رد للقطاع الفلسطينية، وربما المزيد من التصعيد خلال الساعات المقبلة ردا وعلى حادثة اغتيال القائد في الجهاد الإسلامي فجر هذا اليوم. يعني بعد حادثة اغتيال القائد في احد في احد حركات الجهاد الاسلامي لديكم في غزه،
هل هنالك من عمليات قصف أخرى شابت القطاع؟ بعد هذه العمليات يعني عمليا بعد عملية الاغتيال هذه الفجر هذا اليوم كانت ثابت حالة من الهدوء الحذر ثابت لساعات طويلة أيضا ويعني كان يعني هناك من قال بأنه ربما ساعت هذه الموجة من الصعيد لكن قبل حوالي نصف ساعة عادت المناوشات ويعني حتى الآن بإمكاننا نتحدث عن أنه الآن هناك بعض الغارات الإسرائيلية على بعض المناطق الزراعية ومن المحتمل أن ومن المرجح أن يتصاعد هذه أو تتصاعد هذه الحالة. دعني هنا أشير فقط إلى خبر ورد قبل قليل وهي أنه وكالة فوت وتشغيل اللاجئين بعد توقف للعمل وتقديم خدمات للمواطنين دام يومين اليوم أعلنت عن خطة الطوارئ وبأنها ستفتح مراكزها للمواطنين الذين يرغبون بتلقيها. يعني كما حدث في العام الماضي منى عندما ايضا كانت هنالك عمليات عسكريه عمليات قصف للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه والتي فتحت فيها الأونروا وابواب المدارس ومواقعها للنازحين الفلسطينيين من بيوتهم اليس كذلك؟ يعني لم تصل ربما الحاله الى هذه الدرجه ولكن يعني حتى اللحظه يعني ما زلنا نتحدث عن البدء باستئناف العمليات عملية المساعدات وذلك تجنبا لتدهور الأوضاع يعني بدء استئناف المساعدات وليس فتح المراكز. نعم يعني نحن هنا نتحدث عن المساعدات الغذائية وأيضا الطبية لمن يحتاجها لا نتحدث عن مراكز وكنا قد قلنا وأشرنا إلى أنه من الممكن أن يتم فتح المراكز ولكن ليس الآن إذا استمرت هذه العملية واستمر استهداف المنازل والمناطق الحادية لقطاع غزة أو الملاصقة بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من الممكن أن نكون أمام حالة من التهجير لأهالي هذه المناطق وبالتالي سوف تفتح بتأكيد المراكز الخاصة أو المدارس الخاصة بالأونروا وعمليا دعني أيضا أشير إلى أنه هذه المدارس هناك عدد كبير من المدارس المتشتعة على مساحات قطاع غزة المختلفة تم تهيئتها منذ سنوات لاستقبال النازحين في حال حدوث اعتداءات كهذه أو يعني نزح إليها المواطنين حيث يتم إمدادها بحمامات خاصة ومبيت وإمكانيات كاملة لكي تستقبل عدد كبير من النازحين إليها يعني نتمنى بأن نصل إلى هذه المرحلة ولكن يعني حالة الطوارئ التي تعلن فيها سنة وأخرى وفي كل مرة يتم فيها الاعتداء على قطاع غزة جعلت من يعني حالة الطوارئ أو خطة الطوارئ لدى الجميع هنا دائما حاضرة. يعني منى نحن نشاهد من الصورة التي تأتي مباشرة منكم من غزة أن الحركة قد تكاد تكون معدومة في الشوارع يعني حركة بسيطة للسيارات قد تكاد تكون معدومة يعني ما نشاهده الآن وبالتالي التساؤل ما هي أبرز المعاناة التي تم رصدها من قبلكم لدى القطاع الآن؟ نعم يعني حتى اللحظة هناك يعني دعني أقول بأنه ربما حالة الخوف والقلق من استمرار هذه الحالة وأكثر ما يرعب أهالي قطاع غزة هل سوف تنتهي هذه الجولة اليوم أم سوف تستمر الخوف من أو بحث عن الأماكن الآمنة وإن كان لا يوجد أماكن آمنة لكن عمليا أيضا دعني أقول بأنه اليوم الثالث لإغلاق معبر كرم أبو سالم وعادة هو المعبر التجاري مع قطاع غزة وكل ما يدخل إلى قطاع غزة هو محسوب بالعدد وبالكم وبناء على ذلك إمكانية أن يكون هناك يعني تخزين استراتيجي من قبل التجار للمواد الغذائية أو ما إلى ذلك أمر صعب جدا إسرائيل تدخل كل شيء إلى قطاع غزة حتى الإبرة وهي تعلم ما الذي يدخل إلى قطاع غزة وكم من الممكن أن يعني يقيتها في حال يعني حدوث يعني احداث او المرور باحداث كهذه وبالتالي هي تعلم تماما متى يختنق اهالي القطاع ومتى يصبحون بحاجه للاستغاثه
حتى الآن لم يصدق نداء استغاثة بشكل يعني عاجل أو خطير، لأنه ما زلنا في اليوم الثالث، وربما يعني من المرتفع الحديث عن أنه قطاع غزة تعرض لما هو أكثر من ذلك. تحدثنا عن تعرضنا لاعتداءات استمرت أكثر من 50 يوم، وبالتالي ثلاثة أيام حتى اللحظة لا تقارن بشكل كبير بما كان قد حدث خلال السنوات الماضية. يعني نحن نتحدث دائما نقول بأنه يجب أن يتم ضغط ناقوس الخطر، وهذا ما تقوم به الجهات الفلسطينية الرسمية هنا، أن تضغط ناقوس الخطر بشكل مبكر قبل الدخول في أزمات. ولكن هذا الأمر سوف يحدد ما إذا سوف تستمر هذه الجولة من التصعيد أم لا. الآن هناك خبر عاجل نقلا عن مصدر في الغرفة المشتركة الفلسطينية، يتحدث هذا العاجل عن سياسة الاغتيال وفقا للغرفة المشتركة بقصف البنايات السكنية لن تمنح إسرائيل نصرا، والضربات القادمة تكشف ضعفه وعجزه. يعني الآن يعني ما زال عفوا منى يعني لو تعيدي، الصوت لم يكن واضحا، يعني ما هو العاجل الذي تحدثت عنه؟ نعم، وفقا لمصدر في غرفة العمليات المشتركة التابعة للفصائل الفلسطينية، صدر عاجل، وهو أن سياسة الاغتيال بقصف البنايات السكنية لن تمنح إسرائيل نصرا، وأن الضربات القادمة ستكشف ضعفه وعجزه. طبعا الحديث هنا عن الحديث هنا يعود لإسرائيل، وبالتالي هي المصادر الفلسطينيه تخرج علينا بتصريح، وان كان مقتضب لتوصل رساله بانه هذه الجوله لن تنتهي، وبانه ما زال هناك المزيد من ربما الاهداف التي يتوقع او لدى ربما المصادر الفلسطينيه استراتيجيه الان سوف تقوم بتنفيذها خلال الفترات او الساعات المقبله. نعم. طيب منى، يعني يوم أمس عندما كنا نتحدث سوية على الهواء وكان هنالك قصف، وأنت كنت على الهواء مباشرة لحي التفاح، وأيضا في الشجاعية أيضا كان هنالك قصف، وكذلك كان في غرب قطاع غزة كان هنالك قصف، وكانوا في تلك الساعة كانت الطائرات وسميتها الزنانة، ربما هذه الطائرات هي التي يعني تكون البداية أو المؤشر أو نذر الشؤم لبداية هذه الجولات من القصف. هل نعم. الآن تستمعين لهذه الطائرات لديك؟ نعم، يعني عمليا هذه الطائرات تغادر أصلا قطاع غزة، ولكن ربما يتشائم أهالي قطاع غزة بشكل يعني مضاعف عندما تطلق إحدى صواريخ تجاه أحد المباني السكنية أو المناطق، لأنه من المعروف بأنه إذا أطلقت طائرة استطلاع صاروخها، وإن كان ليس صاروخا يعني شديد التأثير، عادة هو يستخدم إما للأشرار أو حتى للتنبيه، يكون معنى هذا الأمر هو أنه هذا المكان الذي أطلقت عليه الصاروخ فيما تم إطلاقه فيما لو تم إطلاقه تجاه مباني سكنية، لأن هذا المكان سوف يتم استهدافه عبر الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال وقت قياسي، وبالتالي يقلق دائما المواطنين المصريين في قطاع غزه من هذه الطائرات التي هي يعني عمليا مزعجه، ان صوتها مرتفع جدا واجهزها مزعج جدا، بالاضافه الى ان الشعور انك انت تحت المراقبه 24 ساعه امر سيء للغايه، الى جانب انه في اي لحظه من الممكن ان تتوقع بان يتم استهداف مبنى مجاور لك، ف يعني تكون مضطر لاخلاء منزلك. نعم. يعني نتيجة التنبيه والتحذير، وما تنقل هذه الطائرات من دول للقواعد العسكرية الإسرائيلية. إذن هنا أؤكد أن هذه الطائرات يكون تتضمن أو تحتوي على كاميرات مراقبة طول الوقت، وترسل رسائل مباشرة وصور مباشرة للقواعد العسكرية على اختلافها، وبناء عليه يتم اتخاذ القرارات العسكرية باستهدافات معينة أو غير ذلك. طيب منى، يعني الأرقام التي تشير إلى وفق الصحة الفلسطينية أعداد الضحايا الشهداء وأعداد الجرحى، هل لديك من تحديثات حولها؟ نعم، وفق لآخر الإحصائيات اللي متابعة الإدارة، يعني كان 25 شهيد و71 جريح.
الان يعني اخر وصلنا لاخر احصاءات هو 25 شهيد و 76 جريح حتى اللحظه. طبعا من ينظر الى من يركز في هذا الارقام هذا الرقم يجد بانه عدد الشهداء كبير جدا، يعني مقارنه ان نتحدث عن ثلث من تم استهدافهم لقوا حتفهم وتوفوا نتيجه هذا الاستهداف. هذا يعني بانه الاحتلال الاسرائيلي عندما يستهدف لا يكترث كثيرا لحياه البشر، وانما يحاول ويتعمد الحاق الضرر بارواحهم بشكل مباشر. والا لما كنا شاهدنا العدد الكبير من هذه الشهداء هذه من جهه، من جهه اخرى ايضا نوعيه الاسلحه التي يتم استخدامها عمليا في هذه الجولات من التصعيد تكون خطيره جدا من حيث النوع ومن حيث ايضا طبيعه الاضرار التي تلحقها. في الكثير منها تكون تسبب حروق وبتر وتهتك في اعضاء الجسد، وبالتالي هذا يرفع امكانيه ان يكون هناك طبعا شهداء او حتى من يتم من يعني من نجي من هذا الاستهداف في الغالب يخرج بإعاقة جسدية يعني عليه أن يتعايش معها حتى نهاية حياته. وبالتالي يعني قياسا بأيضا يومين فقط من المواجهة نتحدث عن 25 شهيد، هو رقم كبير جدا يعتبر. وهنا ايضا نشير الى انه يعني كل الحديث الاسرائيلي وكل الخوف والقلق الاسرائيلي من الصواريخ التي تطلق الفتاة الفلسطينية ولا يقارن بما يحدث في قطاع غزة، لانه عندما ننظر الى الجانب الاسرائيلي نرى بانه الحديث عن بضع اصابات ومعظمها حالات هلع، وبالتالي يعني حجم والمقارنة هنا يعني لا يمكن أن توضع على نفس الطاولة. وربما هذا ما يطالب بأن ينتبه له العالم بشكل سريع. الفلسطينيون مطالبون بهذا، أنه يجب عدم الوضع الأطراف في نفس الكفة، وبأن هناك فوارق كبيرة جدا ما بين ما تقوم به إسرائيل وبين ما تقوم به الفتاة الفلسطينية التي لديها الحق بأن تدافع عن نفسها أمام هذا الاعتداء الكبير جدا. نعم منى، بالتأكيد سنعود إليك في مناسبات مقبلة للوقوف على آخر الأحداث التي تجري لديك في قطاع غزة. مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل، شكرا جزيلا لك.